الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار. الكلام الأول أنشأته يا ثأوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي فيه صعد إلى السماء، بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين ظهر لهم حيا بعدما تألم بآيات كثيرة، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن ملكوت الله. وفيما هو يأكل معهم أوصاهم أن لا يفارقوا أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء، أما أنتم فستتعمدون بالروح القدس، ويكون هذا ليس بعد أيام كثيرة. أما هم لما اجتمعوا كانوا يسألونه قائلين: يا رب، هل في هذا الزمن ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب تحت سلطانه، ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما هم يشخصون وهو صاعد إلى السماء، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض، وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي صعد إلى السماء عنكم هكذا يأتي كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس وفيلبس وتوما وبرتولوماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة مع نساء ومريم أم يسوع وإخوته. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.